وصول الدعم، دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقي فقط وهم الفقراء ومحدود الدخل، ضمان توفير ألبان لأطفالهم منذ ولادتهم، الذين يثبت بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعية لهم. مادة تانية يمنع منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوي الدخول الكبيرة. الأغنياء بقى أنت محددهم اللي هم مين؟ كل من طيب خلينا يعني بدل ما أنا أقول إيه الغني وفقا لمشروع القانون بتاعك، أنت محدد من هو الغني؟ كل من يمتلك إيه؟ مبدئيا بس بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا عايزين ناخد القانون من الوجهة الاجتماعية، يعني هو أنا حضرتك ده كان من ضمن برنامج الانتخابي اللي كان له دور كبير ان انا اطلع الاول على دائرة مركز وبندر بني سويف، وهي ان منع التمويل عن الاغنياء ووصول الفقراء، وده تمشيا مع يعني مواد كتيرة من الدستور، وخاصة احنا في الشارع شايفين معاناة الفقراء في انهم يرضعوا أولادهم، خاصة الست اللي هي ما بيكونش عندها لب الرضاعة. فالحاجات دي موجود في الدستور ان الدولة بتضمن غذاء اساسي للاطفال. فانا يعني البند برضو بتاع وصول اللبن ده او حاطط لسيادة وزير التموين ان هو يعمل لي لائحة تنفيذية ضمان توفير الالبان للاطفال. هو يوضع اللائحة، طبعا هم انت عارف ان سيادتك كنت مقدمه من شهر 6 تقريبا. طيب خلينا التفاصيل بسيطه اللي هيهم المشاهد دلوقتي ايه مضمونه، يعني الارقام اللي هنقولها يعني الارقام اللي هنقولها دي كانت قبل تعويم الجنيه، وبالتالي هذه الارقام بكره ان شاء الله في اللجنه انا هطالب بزيادتها على الاقل 30%، واحنا هنزودها هنضرب 30% دلوقتي زي ما بتقول، وهنشوف هي منطقيه ولا لا. الارقام دي نتيجه سيادتك دراسات. بس انت اولا بتقول انه انت مستثني ذوي الدخول الكبيره اللي هو كل من يمتلك ايه بقى؟ ما هو سيادتك كل دول بعد كده هيطبق عليهم الماده الثانيه وهي الدخل كام؟ الدخل بقى اللي هيتعدى الارقام دي، يعني كل عنده اصل عندك اقتصاد موازي انت مش مسيطر عليه. للاسف لغايه النهارده وائل بيه مفيش قاعده بيانات. طيب خلينا نقول زي ما انت قلت كده في المقدمه ان مجلس الوزراء لجا لحاجات بيعملوها دلوقتي، وانا بقول لسيادتك ان بيجيبوا اللي هم بيستهلكوا كهرباء لغايه 650 كيلو اللي هي بتساوي تقريبا حسبتها انا دلوقتي بحوالي 288 جنيه. انا يعني فكره الكهرباء دي انا شايف برضو انها كويسه، لكن كهرباء ب 288 امنع عنه الدعم ما تنفعش. ده على الاقل نقول الكهرباء اللي هي ب 500 جنيه اللي هي حوالي 1200 كيلو ده ممكن امنع عنه الدعم، انما انا معلش يعني بخاطب سياده رئيس الوزراء لازم ينتظر اما ياخد قانون من المجلس يطبقه ما يستعجلش. طيب انا عايز ادخل بس في لب الموضوع وبعد كده نناقش اي حاجه ثانيه. اتفضل يا فندم، ادخل لي في لب الموضوع على طول. الاسره اللي بتتكون من فرد من فردين فقط. احنا مفترضين ايجار الشقه انه ثابت في متوسط من 500 ل 800 جنيه. بعد كده بناخد ده ثابت لكل الشرايح لان كله قاعد في شقه وكله مستني ولاده جايه، وكل فده يعني طلعناها الاول من الحساب. فبعد كده قلنا انا وزملائي اللي قعدنا وكل واحد فيهم كان له راي، وصلنا من 2500 الفردين لغايه 5500 لما يبقوا 6. كل نائب كان له معيار في قياساته. فيعني الخمسه طيب خلينا خطوه، الاسره اللي بتتكون من فردين ويزيد اجمالي دخل افراد الاسره عن 2500 دي ما تستحقش الدعم. هنبدا ما يستحقش. اما تزود بقى 30% هتبقى 750 جنيه تبقى 3000. هنضيف 75 هنضيف 30% ب 750 جنيه هتبقى 3250. الاسره الفرديه 3250. دي ما تاخدش اذا زاد عن هذا الرقم، يعني لغايه هذا الرقم ياخد. طيب يعني اللي دخله 3250 واحد وزوجته بس. واحد وزوجته.
لو زادوا عن لا يعني بعد كده خلفوا عيل يبقوا ثلاثة، الثلاثة دول بس اولا يعني هنا علشان يبقى بيستحق الدعم هذه الأسرة لازم يكون دخلها اقل من 3250 اللي هو الشخص وزوجته. طيب هم الاثنين دخلهم ما يقلش عن كده. طيب لو أسرة ثلاث افراد ب 3200 ونضيف عليها 30% بحوالي 1000 جنيه يبقى 4200. حوالي 960 يعني انت بتقول 1000 جنيه يبقى 4250 مثلا يعني. ايوه فاهم. بعد كده اللي معاهم عيلين اربع افراد 4000 هيبقى 240 4210 4180 4200. بعد كده الاربع افراد اللي هم معاهم عيلين بتبقى 3800 ونضيف 30% بحوالي 1200 جنيه تبقى 5000. 5000 والخمسه 4600 على 30% بحوالي 1400 جنيه تبقى 7000 يبقى 6000 6000 والاخيره دي 7.5 7000 اللي هي الست افراد 7.5 طبعا عشان بس اوضح للمشاهد هنا يعني الاسره اذا هي مكونه من فردين دخلها ما يزيدش عن 3250 عشان تستحق الدعم. ولحد دلوقتي 2500 ده 3000 لو التعديل دخل على القانون. لا ما هو سيادتك انا كنت كاتب اهو. هو كاتب الدخول تخص العام المالي 2016 على ان تراعي الدوله نسبه التضخم، احنا حصل عندنا تضخم في عشان الست شهور دول انا كنت عامل حسابي فيها. طب خلاص هنناقش. المراعاه دي مش ممكن ما وفلكش على 30% مثلا. هي اللجنه هي هتراعي بطريقتها. لا ده قرار ال 102 اللي مضوا، انما حضرتك اللجنه الاقتصاديه والتشريعيه والتضامن بكره هتجتمع. طيب ما احنا هنشوف ده ونشوف يعني. هل يا جماعه لو في اسره زوج وزوجه يعني ما عندهمش اولاد هنا ودخلهم 3250 جنيه، هل ده دخل كفايه ان انا اقول عليهم انهم لا يستحقون الدعم؟ يعني لو زاد عن كده مش هيستحق الدعم. يعني لو في اسره مثلا بتاخد 3500 4000 بعد اذنك انا مش بقول الدعم بصفه عامه، ده انا بقول دعم التموين فقط، اصل التموين ده معمول للفقراء. الفقراء جامد يعني. يعني انت بتتكلم في 70 جنيه للفرد. فاللي دخله 3250 هو مراته. ال 140 دي 20 جنيه بس يعني يا وائل بيه. طيب. احنا عايزين ناخد المشروع من ناحيه تكافليه، ان انت بتعتبر نفسك متكافئ.